في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من خلال عدة عمليات منفصلة بتفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة الغير شرعية انطلاقا من ولاية بومرداس والولايات المجاورة لها إلى شواطئ ولاية وهران عبر وسطاء أفارقة. بعد الحصول على معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية تقوم بالتحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا عبر البحر، وبعد اتخاذ واستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تنقل إلى ولاية وهران. أسفرت هذه العمليات على ما يلي: توقيف 49 شخص من بينهم شخص واحد جنسية بوركينابية، كما تم حجز 4 سيارات سياحية، 2 دراجات نارية، 7 هواتف نقالة، 3 قوارب زائد محرك بقوة 50 حصان، 4 صدريات سباحة للنجاة.